على بركة الله. هنبدأ بقى نتعلم الشغل العملي. المفروض ان احنا نتعلم ازاي نعمل implementation لAzure Virtual Gateway من نوع VPN، وازاي نعمل implementation للوكال Gateway، وازاي نعمل الكونكت ما بينهم بحيث يبقى عندي هايبر كونكتيفيتي ما بين Azure وما بين الاون بريمسز بتاعتي. علشان نتعلم الكلام ده احنا هنعمله على هيئة مشروع عملي حقيقي، زي ما احنا شايفين في اللي اوت قدامنا هنا. هتلاقوا ان انا عندي على Azure عندي نتورك بالتقسيمه اللي انتم شايفينها كده، سبنت 1 و2 وسبنت طبعا للجيت واي سبنت لما هنيجي نكريت الجيت واي. وعندي في الاون بريمسز داتا سنتر حقيقيه، اللوكال نتورك اي دي بتاعها زي ما احنا شايفين، راكب عليها فاير وول من نوع 40 جيت، اللان ديفايس بتاعها 192.168.1.1، والوان بتاعها واخد ريل اي بي وفولي كواليفايد نيم. احنا ممكن نتعامل بالاثنين في المشروع بتاعنا، هنكلمه بالفولي كواليفايد دومين نيم بتاعه اللي هو زي ما احنا ظاهر قدامنا. طبعا ده شايف انترنت وده شايف انترنت، وعايزين نعمل كونكت ما بينهم عن طريق شبكه الانترنت باننا نقوم فيرتشوال في بي ان تانل ما بينهم. خطواتنا هتكون كالتالي: الخطوه رقم واحد ان احنا هنقوم او هنعمل امبلمنتيشن للاجور فيرتشوال جيت واي. خطوه رقم اثنين هنعمل implementation لللوكال جيت واي وكونفيجريشن للفي بي ان ديفايس بتاعنا. الخطوه رقم ثلاثه هتبقى ان احنا نكريت الكونكشن ما بين الاثنين ونتست الكونكتيفيتي ما بين الاون بريمسز وما بين اجر. دي الفي نت بتاعتي اللي على اجر، موجود عليها اثنين سب نت. عايزين نبدا اول خطوه بقى ان احنا نكريت الفي بي ان جيت واي. وزي ما قلنا ان الفي بي ان جيت واي بيحتاج سبنت منفصله، فانا ممكن اكريتها من هنا عن طريق جيت واي سبنت، او ممكن اسيبها تتكريت اوتوماتيك اثناء الديبلويمنت بتاع الفيرتشوال جيت واي. فبسم الله نبدا اول خطوه اللي هي الفي بي ان جيت واي. بنختار السبسكريبشن بتاعنا اللي هيندرج تحته الريسورس، وزي ما قلنا الفيرتشوال جيت واي ما تقدرش تختار له ريسورس جروب لان هو هيتحط جوه الريسورس جروب بتاعت الفينت اللي انت هتختارها في الخطوات. اديله نيم والريجن اللي هيتكريت جواها، نوعه في بي ان، واحنا هنشتغل في المشروع بتاعنا ده راوت بيزد لان احنا قلنا ان البوليسي بيزد بنستخدمها في اضيق الحدود. هنشتغل باس كيو من نوع في بي ان جيت واي 2 جنريشن 2. الفيرشوال نتورك اللي هيركب عليها هذا الفيرشوال جيت واي اللي هي الفينت 1 بتاعتنا. اوتوماتيك هو بيعمل ديتكشن ما لقاش عليها جيت واي سبنت، فهيكريت لها جيت واي سبنت اثناء الامبلمنتيشن. هذا الفي بي ان جيت واي بتاعنا هيحتاج بابليك اي بي ادرس يكلم به العالم الخارجي. نقدر نكريت البابليك اي بي من نوع بيزك او ستاندرد، احنا ريكومندد نشتغل نوع الستاندرد. هنكريت واحد او ممكن نستخدم اي بي كان متكريت قبل كده. في السيناريو العملي اللي احنا هنطبق عليه احنا مش هنحتاج الاكتف اكتف مود، ومش هنحتاج البي جي بي بروتوكول، وان كنا نقدر في المستقبل لو احتاجناه نفعله. هنلاقي هنا مايكروسوفت بتدينا لينك عن الفاليديتد في بي ان ديفايسز اللي هي بتقول لك ان ريكومندد تشتغل بالديفايسز دي في الاون بريمسز عندك. وهنلاقي مايكروسوفت في الجدول هنا حاطط لنا لسته بمعظم الفي بي ان ديفايسز اللي تقدر تستخدمها عندك في الاون بريمسز بالاوبريتنج سيستم السبورتد، واللي تقدر تعمل كونكتد مع اجور فيرتشوال جيت واي. خلوا اللينك ده معانا دلوقتي وتعالوا نروح نكمل عمليه الامبلمنتيشن. كل الاوبشن جاهزه، ريفيو اند كرييت، واخيرا نقول له كرييت. عمليه الكرييشن بتاعت الفيرتشوال جيت واي بتاخد من 20 دقيقه ل 45 دقيقه، فانا هعمل بوز للريكورد لحد ما تخلص. كده عمليه الديبلويمنت تمت بشكل كامل. في الديبلويمنت ديتيلز هتلاقي ان حصل ديبلويمنت لاي بي اللي هو البابليك اي بي اللي هنستخدمه، وتكريت جيت واي سبنت، وتكريت بعديها الفيرتشوال جيت واي ديفايس بتاعنا. ولو رحنا على الفينت بتاعتنا هتلاقي فعلا ادي الجيت واي سبنت كريت اهي، والكونكتد ديفايسز الفيرتشوال جيت واي بتاعنا. ونلاقي ان احنا في الفيرتشوال جيت واي نقدر نغير في الكونفيجريشن بتاعته بعد كده، يعني مثلا نقدر في اي وقت نفعل الاكتف اكتف مود، وده هنشرحه بالتفصيل لوحده. نقدر نعمل تغيير للاس كيو بتاعتنا طبعا داخل نفس الجنريشن،
نقدر نفعل البي جي بي بروتوكول ونغير في الكونفيجريشن بتاعته، ونقدر نستخدم البرايفت اي بي ادريسز لو احنا كنا بنعمل هذا الفيرتشوال جيت واي فوق ديديكيتد نتورك زي ما اتكلمنا قبل كده. هنشرح طبعا كل الكلام ده بالتفصيل بعد كده، لكن احنا في البروجكت اللي قدامنا ده مش محتاجين لا البي جي بي ولا البرايفت اي بي ادريس، ويبقى احنا كده خلصنا الخطوه رقم واحد اللي هي الكرييشن بتاع الفي بي ان جيت واي. خطوه رقم اتنين هتبقى كرييشن او امبلمنتيشن لللوكال جيت واي. قلنا ان اللوكال جيت واي بيمثل البيانات الخاصه باللوكال في بي ان ديفايس اللي موجود عندك في الاون بريمسز، فاحنا اللوكال جيت واي بتاعنا هيبقى بيمثل هذه الفورتي جيت اللي راكبه كاند بوينت ديفايس على النتورك بتاعه الاون بريمسز. زي ما احنا شايفين الوان بتاعها اللي هو بديل الاي بي ادرس فولي كواليفايد دومين نيم اهو، النتورك اي دي بتاعتها اهي، واللان بتاعها كذا. فاحنا هناخد البيانات دي نروح نحطها على اجور عن طريق ان احنا بنكريت حاجه اسمها اللوكال نتورك جيت واي. بنختار السبسكريبشن اللي هندرج تحته الديفايس والريسورس جروب اللي هنكريته جواها، والريجون لازم يكون نفس الريجون اللي عليها الفيرتشوال جيت واي، وبنديله نيم، وبنحط البابليك اي بي ادرس بتاعه او الفولي كواليفايد دومين نيم، وبنحط الادرس سبيس اللي بيمثل النتورك اي دي عندنا اللي هي 192.168.0 على 24. طبعا ممكن النتورك يبقى ليها اكتر من نتورك اي دي، فبنحطهم كلهم اذا احتاجنا. خطوه الادفانسد بيسالنا لو احنا هنفعل البي جي بي بروتوكول في هذا اللوكال جيت واي ولا لا، ولو احنا كنا مفعلين البي جي بي بروتوكول وهنشتغل دايناميك راوتنج، فهتلاقي نفس البيانات اللي اتكلمنا عنها قبل كده اللي هو الاوتونوموس سيستم نمبر اللي بيكون خاص بالاون بريمسز بتاعتك، والبي جي بي بير اي بي اللي هو الاي بي بتاع الفي بي ان ديفايس، وهنا بنتكلم على اي بي لوكال اي بي، مش هيبقى نفس البابليك اي بي اللي احنا مستخدمينه هنا، وطبعا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده. في السيناريو بتاعنا احنا مش شغالين دايناميك راوتنج، احنا هنشتغل ستاتيك راوتنج. ريفيو اند كرييت، وفي النهايه بنقول له كرييت. هوقف الريكورد لحد ما يخلص عمليه الديبلويمنت. كده عمليه الديبلويمنت لللوكال جيت واي بتاعتنا اكتملت. ادي اللوكال جيت واي اهو الكونفيجريشن، نقدر نعدل في اي بيانات منها لو حبينا في المستقبل. كده احنا خلصنا الكرييشن بتاع اللوكال جيت واي ده على اجر، باقي ان الديفايس بتاع الفورتي جيت ده نفسه يتعمل له كونفيجريشن. والكونفيجريشن هنا هتشتمل، بما ان ده فاير وول فهتبقى بتشتمل على الكونفيجريشن بتاع الفي بي ان سايت تو سايت، والكونفيجريشن بتاع البوليسي اللي هتسمح بمرور الترافيك من اللوكال نتورك لاجر ومن اجر لللوكال نتورك، لان ده في النهايه زي ما قلنا عباره عن فاير وول. طبعا احنا اوت اوف سكوب ان احنا نشرح جميع اللوكال في بي ان ديفايسز اللي ممكن تقابلنا، حتى الفورت جيت اوت اوف سكوب ان احنا نشرحه، لكن احنا هنمشي خطوات الكونفيجريشن بتاعته بما اننا بنعمل مشروع عملي حقيقي. ولو حضرتك احترت فالموضوع مش صعب، لان مايكروسوفت زي ما قلت لك مديانا لسته بكل الفاليديتد في بي ان ديفايسز، وتقدر تروح على الكونفيجريشن جايد بتاعها، يعني مثلا فورتي نت الجهاز اللي احنا بنستخدمه، هي حاطه لك الشروط ان يكون الاو اس ديفايس 5.6 وانت طالع لفوق. طب الكونفيجريشن جايد بتاعها اهي، اهو ادي الكونفيجريشن جايد، هتلاقيه بيشرح لنا خطوه خطوه ازاي تعمل الفي بي ان سايت تو سايت ما بين فورتي نت وما بين اجور. هكون نبت على الديفايس ونبدا نعمل له الكونفيجريشن. من على الفاير وول ديفايس بتاعنا بنروح للسكشن بتاع الفي بي ان، ونروح للاي بي سيك ويزرد، اختار كاستم، وبندي نيم للكونكشن نيكست. هنديله الستاتيك اي بي بتاع الفي بي ان جيت واي على اجر، علشان هو هيعمل عليه في بي ان، لان الفي بي ان سايت تو سايت بتحصل بالتبادل. الديفايس ده بيعمل في بي ان على الفيرتشوال جيت واي على اجر، وبالعكس فيرتشوال جيت واي يعمل في بي ان على الديفايس دوت، علشان تبقى الكونكشن رايحه جايه. هنجيب منين الاي بي دوت؟ لو رحنا على الفيرتشوال جيت واي على اجر هنلاقي ادي الاي بي ادرس بتاعه.
الانترفيس اللي هو يخرج منه الوان والنات ترافيلسر سيبل والديد بير ديتكشن اون ايدل. وعمليه الاوثنتيكيشن هتحصل عن طريق بري شيرد كي. لازم البري شيرد كي هنا يبقى متعرف على اللوكال في بي ان جيت واي وعلى اجور كمان، فاحنا هنختار نفس البري شيرد كي. بروتوكول الاي كي اللي احنا بنشتغل بيه هيبقى اي كي فيرجن 2. ثم الكونفيجريشن الخاص بالبروبوزل، وده الانكريبشن تايب اللي احنا هنستخدمه. الانكريبشن اللي نقدر نشتغل بيه كالتالي: كده انا جهزت الاي بي سيك تانل عندي على الفورتي جيت. باقي ان انا اعمل رول تسمح بمرور الترافيك من والى اللوكال نتورك واجور نتورك من خلال البوليسي اند اوبجكتس اي بي فيرجن 4 بوليسي. هنكريت نيو بوليسي. البوليسي دي بتمثل الترافيك اللي رايح لاجور. اتجاه حركه الترافيك هتبقى من الشبكه الداخليه اللي هي الانترنال رايحه للفي بي ان اللي هو اجور سايت تو سايت. السورس اللي جاي لي منه الترافيك اي حد على الشبكه الداخليه. الديستنيشن اللي رايح له الترافيك هيبقى اجور نتورك سبنت 1 وسبنت 2 اللي هي السبنتس بتاعه اجور. فلو انا مش معرفهم عندي على الفورتي جيت هعرفهم من جديد. ثم بنختارهم عندنا. هذه البوليسي هتبقى شغالة طول الوقت. ممكن احدد سيرفيس بعينها هي اللي نقدر نستعدي من هذه البوليسي، او نقول لكل السيرفيس it's up to you. الاكشن بتاعنا accept. بنقفل النات لان العملية اللي بتتم دي عبارة عن routing مش netting. وفي النهاية بنفعل enable this policy عشان تبقى البوليسي دي مفعلة، وبنقول له okay. خلاص بنكريت بوليسي تانية اللي هي بتسمح بمرور الترافيك اللي جاي من اجور داخل النيتورك عندنا. حركة الترافيك هتبقى ماشية من ال VPN connection داخلة لللوكال نيتورك. السورس بتاعها اجور نيتورك. الديستنيشن بتاعها اللوكال نيتورك بتاعتي. هنشغل السكيدول طول الوقت. السيرفيس بتاعتنا كل السيرفيس هنسمح بيها اكسبت، وبرضه بنقفل النات لان زي ما قلنا ده راوتنج. انيبل البوليسي وبنقول له اوكي. ثم بعد كده هنروح في الاستاتيك راوت نعرف هذه الفورتي جيت على النتورك اللي هتروح تكلمها. يعني هنقول له ايه؟ لما تحب يا فورتي جيت تكلمي السبنت الفلانيه هتطلعي من الانترفيس اللي هو الفي بي ان. دي السبنت بتاعت ايه؟ اجر. كذلك الامر بالنسبه للسبنت 2 على اجر. لما نحب نكلمها بنطلع من الانترفيس اللي هو بتاع الفي بي ان. كده احنا خلصنا الكونفيجريشن بتاع الفورتي جيت عندنا. فاذا الكونكشن بقت جاهزه ان احنا نربط ما بين اجر فيرتشوال جيت واي وما بين اللوكال جيت واي. ده بيتم ازاي بقى؟ هنروح على الفيرتشوال جيت واي بتاعنا من كونكشن. هنقول له اد كونكشن. كونكشن تايب بتاعتنا سايت تو سايت. الفيرتشوال جيت واي اللي احنا هنعمل كونكت بيه اهو. اللوكال جيت واي هنختاره اللي احنا عرفناه. البري شيرد كي اللي احنا بنستخدمه لازم يبقى مطابق. لو احنا كنا شغالين على ديديكيتد نتورك زي الاكسبريس راوت فاحنا ممكن نشتغل بالبرايفت اي بي ادريسز او نفعل البي جي بي بروتوكول. لو احنا عايزين نفعل البي جي بي بروتوكول في حالتنا الاثنين دول مش شغالين. الاي كي بروتوكول اللي بشغالين بيه فيرجن 2 ما عندناش اي كاستمايزيشن مخصوص للنت رولز. وهنقول له اوكي. موضوع الكرييشن للكونكشن ده بياخد وقت، فهعمل بوز للريكورد على ما يخلص.
ادي الكونكشن بتاعتنا اتكريتي ده. لو رحنا على الفورتي جيت ورحنا على المونيتور الخاص بالاي بي سيك مونيتور هنلاقي ان الاجر سايت تو سايت الستيتس بتاعتها اب. لو كانت داون وانت عايز تخليها برينج اب تقدر تعمل لها برينج اب او برينج داون زي ما انت عايز. هي اوتوماتيك اشتغلت على طول اول ما حسيت بالكونكشن. ولو عايزين نتست الكونكتيفيتي دي فاحنا عندنا فيرتشوال ماشين اهي اوريدي راكبه على سبنت واحد المتفرعه من في نت واحد. فلو فتحنا عليها ريموت سيشن وبنجنا على اللوكال اي بي الخاص بفورتي هنلاقي البنج شغال معانا زي الفل. فمعنى كده ان احنا نجحنا ان احنا نعمل كونكتيفيتي ما بين الفي نت اللي موجوده على اجر دي بمحتوياتها واللوكال جيت واي المتمثل في الفورتي نت ديفايس بالنتورك اللي وراه كلها.